لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم في قناة شوارع ومعالم اسكندرية، معاكم عادل والي. النهاردة معاكم في جولة من المنظرة بحري إلى فيكتوريا عن طريق القطار، عن طريق قطر أبو قير. احنا دلوقتي اللي انتوا شايفينه ده احنا في المنظرة بحري، ده سور المنتزه وده كده شيرتون المنتزه، والعمارة اللي ورا الفندق دي اسمها عماير الشيرتون. شيرتون المنتزه هو موجود في المنظرة بس هو اسمه شيرتون المنتزه علشان هو بيطل بجوار حدائق المنتزه، لكن هو في المنظرة. ودي طاحونة المنظرة، من معالم المنظرة، طاحونة هوائية أثرية من أيام محمد علي، أنشئت في القرن 19، اسمها طاحونة المنظرة. الشارع ده اسمه شارع الطاحونة اللي فيه مزازيك. دي طاحونة من القرن 19، طاحونة هوائية كانت بتطحن الغلال والحبوب، من الآثار الموجودة في المنظرة. طبعا اتسمت المنظرة لان الخديوي عباس حلمي التاني لما اشترى الارض بتاعت حدائق المنتزه عمل زي غرفة عالية كده كان بيباشر فيها عمليات البناء، عشان كده سموها المنظرة. واحنا حاليا في الصعيد عندنا في غرفة كده اللي يدخلوا المنظرة، زي يسموها زي غرفة مسافرين او غرفة ضيوف، اسمها المنظرة. احنا كده في المنظرة على البحر، كده المنظرة على البحر اللي انتوا شايفينه بقى. ده شاطئ المنظرة، والعلم المنظرة فيها شاطئ سياحي وفيها شاطئ مميز، بس شايفين كده المنظرة فاضية بسبب الظروف اللي احنا فيها وبسبب الإغلاق، والمستأجر الشواطئ ملتزمين بإغلاق الشواطئ. ده كده منظر المنظرة من على البحر، ده شاطئ المنظرة، شاطئ جميل جدا يا جماعة. ولعلمكم من المنظرة ده أنا ساكن في المنظرة، وبيت جدي كمان في المنظرة. ده أهو شاطئ طاحونة المنظرة، ودي مية شاطئ المنظرة. ده نبدأ الجد على بركة الله، احنا هنبدأ كده إن شاء الله من المنظرة بحري بس من قطر وقير. ده سوق المنظرة تحت الكوبري شارع النبو المهندس. احنا كده هنبدأ الجولة على بركة الله، بس يا جماعة بس ان شاء الله تعملوا لايك للفيديو وتشيروا وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكوا كل جديد. ما تنسوناش ان شاء الله تدعمونا بلايك. دي كده محطة قطر المنظرة. وللعلم يا جماعة المنظرة وسيدي بش والعصافرة فيهم ابلي وبحري، يعني المنظره بحري والمنظره ابلي، سيدي بش بحري وسيدي بش ابلي، العصافره بحري والعصافره ابلي. احنا كده في المنظره اللي على يمين الصوره كده المنظره بحري، اللي خلف القطار المنظره ابلي، والشارع اللي بجوار القطر اسمه ملك حفني، في ملك حفني ابلي في ملك حفني بحري. التصوير ان شاء الله هيبقى المنظرة بحري، عصافرة بحري، سيدي بش بحري. ويفرق من بحري الابري حتى في الشقق او اسعار الشقق حوالي من 100,000 ل 300,000. يعني الشقة لو بتكلم على طريق قطر المنظرة بحري دي اخر حدود المنظرة بحري، وارخص حدود وارخص شقق وعماير في المنظرة بحري اللي هي بجوار القطر اللي هي موجودة في شارع ملك حفني. الفرق بحوالي من 100,000 ل 300,000 ما بين ابلي وبحري على القطر ملك حفني. بتكلم على البحر؟ لا، بتكلم على العماير اللي شايفينها دي، في وشها في شارع تاني اسمه ملك حفني برضو بس ابلي. الفرق ما بين الشارع ده والشارع ده من 100,000 ل 300,000 جنيه.
احنا كده لسه في المنظرة. طبعا قطر ابو قير في مساكن عثمان احمد عثمان، احنا كده على عصفرة، مساكن عثمان احمد عثمان، مساكن الشركة. هنا في قهوة الشين كده. ده شارع وهران يمين، طلع كده على البعوث والأزهر. احنا كده داخلين محطة قطر العصفرة، دي محطة قطر العصفرة، واللي انتوا شايفينه على اليمين ده العصفرة بحري، آخر حدود العصفرة بحري، دي محطة العصفرة. تمام، ومحطة قطر العصافرة أبو قير. والمبنى اللي انتوا شايفينه من الإزاز ده مبنى مستشفى عبارة العصافرة، من أشهر المستشفيات في شرق اسكندرية، واخدة سمعة كبيرة أوي في اسكندرية والخصوص في شرق المدينة، دي مبارة العصافرة. دي مبارة العصافرة مشهورة جدا في شرق المدينة، فيها جميع التخصصات، فيها عيادات. احنا كده خارجين من اهو اتجاه سيدي بشر بحري برضه. ادي ده العصافرة، ده شاطئ العصافرة اهو، دي منطقة العصافرة على البحر. انا برضه بحب اجيب لكم من قدام ومن الخلف، دي العصافرة بحري وده شاطئ العصافرة. ده شاطئ العصافرة برضه مغلق، ودي منطقة العصافرة على البحر. احنا كده في منطقة العصافرة بحر، شارع ملك حكمي، اخر حدود العصافرة بحر. زي ما قلت لكم في العصافرة بحري والعصافرة ابن، ويبقى فرق ما بين الشارعين من 100,000 جنيه ل 300,000 جنيه في الشقة. بالنسبة للشارعين، شارع الملك حفني بحري والملك حفني، احنا ما بنتكلموش على جمال عبد الناصر، ما بنتكلموش على البحر. زي ما انتم شايفين معظمها عماير جديدة. كده داخلين على سيدي بشر، في جوامع ومحلات، هبص جوامع ومحلات مبنية على دور. بص ده شارع 45، شارع مشهور قوي. ده شارع 45 طلع كده على البحر على طول، ظهرك كده لحد شارع 30، ده شارع 45 من أشهر شوارع اسكندرية ومن أوسع شوارع اسكندرية، شارع 45. شارع كبير وشارع حيوي. احنا كده لسه في، احنا كده في منطقة ميامي. المنطقة دي الظهير بتاعها من على عبد الناصر والبحر ميامي. احنا داخلين كده على الشارع اسكندر ابراهيم اللي فيه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. طبعا الشوارع الكبيرة بتبقى ماسكة من البحر لحد القطر. ده الشارع ده اللي فيه الأكاديمية اهو، شارع اسكندر ابراهيم في الأكاديمية، ويوصل لحد ميامي على البحر. كده في منطقة ميامي سيدي بشر. احنا في سيدي بشر كده بحري، اخر حدود سيدي بشر بحري. طبعا سيدي بشر تسمت على اسم صاحب المسجد سيدي بشر. طبعا مين سيدي بشر؟ هو عليه اختلاف هل هو صحابي او هو من تابعين. لحد دلوقتي المعلومة الأكيدة مش معروفة بالنسبة لي أنا كباحث، ما وصلتش. ده شارع خليل حمادة برضه من الشوارع المشهورة في سيدي بشر. ده شارع خليل حمادة برضه توصلك لحد البحر، لحد بير مسعود. شارع خليل حمادة وصلك لحد البحر، لحد بير مثلا. احنا كده
داخلين على محطة سيدي بيش، محطة القطر عقرب قير، ونمشي كده عقرب قير. تذكرة القطر من المحطة بجنيه، بتبقى بغرامة حوالي 6 جنيه. ادي محطة بيش، محطة حيوية، وده منطقة الحي، ده حي المنتزه ظاهر اهو، تمام. ده حي المنتزه اللي خلف السور، ده حي المنتزه، وفي طبعا موقف شارع كبير، ده الواضح المبنى الواضح ده حي المنتزه اهو، حي المنتزه اول، لان في المنتزه اول وفي المنتزه تاني، تمام. دي سيدي بش بحر، شارع ملك حسني. اللي انتوا شايفين الباكيات دي محلات على الشارع، دي محلات هما عاملينها كده. المدخنة دي المدخنة بتاعت بلبع، قرية مشويات بلبع، قرية مشويات بلبع. بلبع مشهور أوي في سيدي بيش وفي منطقة شارع اسكندرية، فراخ مشوية بقى وكده، من أشهر المحلات بلبع. ناس كتير. ده شارع محمد نجيب، شارع محمد نجيب اهو، برضو يوصلك للبحر. احنا لسه في سيدي بش، كل دي محلات ليها مفتوحة على الشارع. احنا في سيدي بش بحر، العمارة دي اللي هي لسه جديدة اتعمل تحتها فتح الله. طبعا الله قسموا بقى 3 حاجات، الله ماركت وجملة ماركت وبيت الجملة. كده اتجاه فيكتوريا، محطة قطر فيكتوريا. هي رسمي اسمها محطة قطر النقراشي، اللي هو النقراشي باشا، لكن مشهورة باسمها دي فيكتوريا، علشان كلية فيكتوريا كولج، اللي هو المبنى الأصفر اللي باين ده مبنى كلية فيكتوريا كوليدج، كلية مشهورة أوي في اسكندرية، خرجت مشاهير ورؤساء زي ما انتوا شايفين. ده مبنى كلية فيكتوريا كوليدج اللي اتسمى على اسمها المنطقة، منطقة فيكتوريا. ده علم أو علامة من علامات اسكندرية، فيكتوريا كولج. صدام حسين متخرج منها، عمر الشريف، سمير صبري، هي موجودة في فيكتوريا. في وشها كده في شارع الجلاء، من أشهر شوارع اسكندرية، ومن أشهر شوارع فيكتوريا، ومن أشهر شوارع مدينة شارع الجلاء. يوصلك للساعة، ساعة فاكتوريا. شارع الجلاء شارع مشهور مليان محلات رخيصة وغالية، فيها كل حاجة، فيها الرخيص وفيها الغالي، بس محلات كتير وماركات، وفي شارع حيوي، وفي كل حاجة. مشهور قوي الشارع الجلاء بالمحلات الملابس. هو ده شارع الجلاء يا جماعة، اشهر شوارع فيكتوريا. وفي النهاية ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس يصلكوا كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، واشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم عن عمارة رشدي، عمارة العفاريت. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.